توفيت اليوم في باريس غيثة بناني زوجة المهدي بن بركة الزعيم الاتحادي الذي تعرض للاختطاف والاغتيال في باريس سنة 1965، وابنة القاضي الفقيه أحمد بناني. بناني التي تنحدر من أسرة رباطية عانت كثيرا منذ زواجها من بن بركة سنة 1949 من عدة مشاكل وواجهت أزمات، أبرزها اغتيال زوجها بعد اختطافه في باريس، وتحملت مسؤولية تربية أبنائها الأربعة. وقبل اغتياله في عام 1965 نقل بن بركة زوجته وأبنائه الأربعة إلى القاهرة، حيث عاشوا هناك في ظل حكم جمال عبد الناصر، واستمروا هناك بعد اغتيال المهدي. غيثة بناني هي شقيقة عثمان بناني الأستاذ الجامعي لمادة التاريخ بالرباط، وعلي بناني الذي رافق الأسرة ودرس في القاهرة وعاش معهم في فرنسا. ومنذ مغادرتها المغرب في الستينات لم تعد إليه إلا بعد تولي الملك محمد السادس الحكم، حيث زارت مسقط رأسها عدة مرات وينتظر أن يدفن جثمان الراحلة في باريس اليوم.